اهلا بكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا حلقه جديده من بيس ماستر، قناه بيس ماستر باتش. النهارده عندنا حلقه جديده من الدوره بتاعتنا، طبعا المعروفه، دوره صناعه الاضافات والباتشات المكونه من 30 حلقه المقسومه على قناتين. رابط القنوات دي هتلاقوها تحت، قناتي طبعا وقناه اخويا. طيب النهارده حلقتنا بتتكلم عن ايه؟ حلقتنا بتتكلم عن طريقة تغيير اسامي البطولات المرخصة بداخل اللعب. يعني ايه؟ يعني انت هتعدل على البطولة اللي هي المرخصة، اللي هي صعبة الفتح اوبشن فايل، عادي تعدل عليها بمنتهى الصعوبة. يعني تعديل عليها ده قد يكون مستحيل، كان الاول مستحيل، دلوقتي الحمد لله بفضل التطبيق او البرنامج الجميل ده نقدر نعمل كل اللي احنا عايزين. طيب يلا بينا نشوف ايه هو البرنامج. يلا بينا. طيب طبعا انت هفتح لك الباج، طبعا اللي هو اترفع، طبعا انت هيكون لازم تعمل الباج ده لان هو ده الباج المستخدم طول ال 30 حلقة بتاعتنا. طيب نخش نشوف الباج ده. طبعا اكيد انتوا اكيد حملتوه دلوقتي وشفتوا شكله. نخش اهو، ده اكيد شكل الباك اهو. طب هاجي افتحه هيقول لي هيطلب مني كلمة سر، اعمل لكم شو لكلمة السر عشان كله يبقى عارفها. شيء انا اعمل له دلوقتي مثلا ويزارد، مثلا او ويزارد فينش، يطلب مني كلمة السر. طيب كلمة السر عشان تبقى قدام الناس اهي، بي ام شايفين كده، وبرضه هكتبها لكم في الديسكريبشن تحت عشان اللي يحمل يعرف يفتح الوين بالوين رار او وندوس اوكي ونسيبه بقى هو هيفك مع نفسه. بعد بقى ما يخلص فك، بعد ما يخلص فك هوريكم البرنامج اللي احنا نعدل عليه ونشوف ايه بقى هي. طبعا هو الباك ده او الادوات دي مجموعه ادوات، وادوات كتيره جدا كمان، لان الادوات دي ضم حوالي 15 برنامج او 16 على ما انا على ما اذكر، يعني موجود جواها برامج كتيرة جدا، كلها برامج لبيس 2017، ما فيش برنامج خارج عن بيس 2017 عشان نقدر نعدل براحتنا عليها. مش كل مثلا حلقة اقول لك روح حمل كذا روح عد كذا، فهيبقى قدامك واضح زي ما انت شايف. طيب احنا دينا منتظرين الفك زي ما انت شايف، هو اصلا حجم البرنامج حجم الباك كله يعني 128 وارترفع، والحمد لله الروابط نزلت وهتنزل النهاردة على الفيديو ده، ونزلت على الفيديو الاولاني على قناة اخويا. وبالمرة هسيب لكم رابط فيديو، وياريت تتفرجوا على كده وتدوا اشتراك ولايك للقناة. ادينا منتظرين الفك، وبعد الفك هنشوف ايه اللي هنعمله. منتظرين الفك، خلاص قرب على الانتهاء، تم الانتهاء بالفعل. طيب نخش نتفرج بقى عليه، نخش نتفرج. طب نصغر لكم الصورة عشان الكل يشوفها زي ما انتم شايفين. 15 برنامج بيس فايل اكسبلور، و يعني معظمها معروف البيس فايل اكسبلور والفوتوشوب، عشان في ناس يعني ناس بتضايقني جدا لما الاقي واحد كده منزل دورة مش حاطط فيها الفوتوشوب البرنامج الاساسي، برنامج الجوهرة ده، وما ده برنامج الجوهرة والله، فلازم يتحط. طيب عندكم سلسلة برامج مش هتلاقوها عند اي حد، بصعوبة جدا انكم تلاقوها. في مثلا هنا ادوات صنع الاطقم، دي برضو دول كخمس برامج تانيين غير الخمستاشر اللي برا، يعني 20 برنامج مليانين. كل حاجة في بيس بقى بتتعدل عليه، حتى التعليق، طبعا التعليق ده حلقة حصرية عندنا وبس، داي تصنع تعليق اللي بيس 2017 وتحطه في الداتا كمان. طيب احنا دلوقتي كده استعرضنا لكم دي البرامج. طب ايه البرنامج اللي هنشتغل عليه النهارده؟ اهو البرنامج بيس اس تي ار اديتور، هتلاقيه كده اول ما تفك الرار افتحه ده جوه، ده في ملف متضارب دخل، معلش اسفين متضارب لو لقيته ملوش لازمه. بيس اس تي ار اديتور زي ما انتم شايفين كده اهو قدامكم. طيب نفتح البرنامج ونشوف هنعمل ايه. برنامج بيفتح معانا دلوقتي عشان نبدا في التعديل كده على السريع.
اهو فتح البرنامج زي ما انتوا شايفين. طيب ايه الخطوه الثانيه اللي هنعملها؟ كل الخطوه الثانيه اللي هنعملها حاجه بسيطه خالص، هتروح على فولدر داتا اللي بداخل لعبتك الشخصيه بيس 2014، هتدور. طب انت دلوقتي خليك مشغل اللعبه بايه؟ انت دلوقتي مشغل اللعبه بلغه ايه؟ يعني طبعا لما بتيجي تخش اللعبه بيقول لك اختار لغه، طبعا انت اخترتها مثلا العربيه ولو يكن. انا اخترت، انا عن نفسي واختار العربيه. طيب عشان الموضوع ده يا جماعه هيعمل قلق وانا عارف، عشان نختصر الموضوع، انت هتشوف لعبتك شغاله على ايه، يعني انت مشغل لعبتك على لغه ايه بالظبط. لو انت مثلا مشغلها على العربيه، على اللغه العربيه، كل اللي انت هتعمله هتروح على الديتي 20 اللي انت تختار لغتك منه. انا لو انتوا محتاجين يا جماعه ممكن ارفعها لكم، قولوا لي اللي محتاج باقي اللغات ده ممكن ارفعه له اطلبه، بس لو هو انتوا مش موجود عندكم ال 18 لغه دول، دول 18 لغه زي ما انتوا شايفين، اللي محتاجهم يقول وانا ارفعهم له على صوت على طول. خلاص هم حجمهم اصلا مش كبير زي ما انتوا شايفين، يعني اكيد بعد الضغط كمان هيصغر عن كده، يعني مش مديني حاجه، فهو كلها هتبقى 60 ميجا ولا حاجه. طيب نخش في موضوع، احنا نفتح السي بي كي بتاع الاي ار اي. الاي ار اي اختصار لكلمه عربيك، اللي هي عربي باللغه العربيه، ماشي، يعني لغه عربيه بس يا جماعه. طيب نبدا كده ونفتحها. طب ايه اللي هنعمله؟ اديني فتحتها يا عم، ايه اللي هعمله بعد كده؟ درايف باكيت فايل ميكر. طب انت خليك ما عندكش، فهمني، انت هتلاقي برضو داخل الباك. انت انا هفتح لك الباك هو عشان برضو تبقى بسهوله عليك، بلاش افتح لك كده الباك هو زي ما احنا فكناه، يعني يبقى الموضوع كده بس نظري قدامكم، متقولش في حاجه انا مش عارفها. اهو الكراي فايل سيستم ده هو اصلا اسمه كراي باكيت فايل ميكر، اهو اسمه كراي باكيت فايل ميكر اهو، عشان تعرف تفك، عشان سهوله الفك بيكي، عشان نطلع من جوه الملف ونعدل عليه. خلصين؟ طيب كل اللي هنعمله هنديس على الايقونه الصغيره دي ونروح على فولدر اللعبه ونخش على ملف الداتا اهو، ينزل تاني. جينا لموضوع اللغات، انا طبعا زي ما قلت لكم شرحت لكم موضوع اللغات ده، ماشي. كل اللي هنعمله دلوقتي هنخش على اللغه العربيه اهو، فتح لنا عادي جدا اهو، ما فيش اي اخطاء. كل اللي احنا نعمله هنفكها، اللي هي هو نعملها اكستراكت، ماشي، نفك اهو. عملت لها ميك نيو فولدر، النيو فولدر 4، ونقوم قايلين يس. اوكي تم الفك بالفعل. طيب نروح بقى نشوف، نستعرض الملفات اللي تم فكها. ادينا بنستعرض اول حاجه كده الواجهه، بتشوف اسم اللغه اللي انت فكيتها قدامك، زي ما انا فكيت اللغه العربيه، لقيت العربيه اي ار اي اللي انا قلت لكم الاختصار اهو. هتخش هتلاقي فيه اتنين، فك من منيو ده، ده منيو ده هتلاقي اتنين منيو ده، سيبك منه ملوش لازمه بالنسبه لنا دلوقتي، موضوعنا كله في السترنج ده، ماشي، موضوعنا كله في السترنج ده. طيب اديني فتحت السترنج يا باشا. طبعا انتوا عارفين البرنامج اللي احنا فتحناه في الاول اللي هو ده اللي هتلاقيه اهو تاني، هروح لكم تاني عشان ما حدش يقول مش لاقيه اهو. بيس اس تي ار اديتور، بي اس تي ار اديتور اهو، افتحه لكم تاني مره اهو، فتحته تاني اهو، هو ده، نقوم فاتحينه، ماشي، زي ما انتوا شايفين كده هو فتح معانا، نقوم عاملين فايل اوبن. تروح على المكان اللي انت فكيت فيه اللغه بتاعتك اهو، خش سيبك من المنيو زي ما قلت، خش على السترنج على طول، تخش على الال زي ما انت شايف كده، سيبك من الستاف ليست، حتى الستاف ليست دي موضوع تاني نبقى نتكلم عنه بعدين، او ممكن نبقى نشرحه برضو في نفس الدوره دي. طب احنا دخلنا، انا دلوقتي يا عم عارف الاقي فين دوري ابطال مثلا اسيا، عز غير اسمه، لان الناس مثلا بتبقى عايزه تغير وتخليه دوري ابطال افريقيا، خليه دوري ابطال مثلا قارة عندهم مثلا، يعني في دوريات كتير ابطال في كذا في كذا قاره، يعني ان هو ما حدد لك اسيا، انت ممكن تخليه مثلا تسميه تخليه افريقيا، وتغير بقى من المنيو جرافيك، تغير صوره من جوه ومن بره، وتبقى عدلت الدنيا خالص،
بس، ويبقى اتغير تماما وبقى دوري تاني من دوري لدوري. ماشي. طب ماشي، طب ننتقل للحاجة التالتة اللي هي بقى احنا هندور فين نلاقي اسمه. تفضل تمشي 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 اهو، تفضل تدور كده لحد ما تلاقيه. انا لقيته على 93، ممكن في اللغة تاني غير اللغة العربية ما نلاقيهوش على 93، تلاقيه في 108 120 زي ما تلاقيه. بس لازم تلاقي منه مرتين، يعني هتلاقي منه مرة اللي هي دي، ولسه هدور على مرة كمان. طيب انا عايز اغير، اخليه مثلا وليكن كاف شامبيونز ليج، اخليه دوري ابطال افريقيا زي ما كل الباتشات بتعمل اهو. كاف شامبيونز ليج، خلاص تحولت لكاف شامبيونز ليج، بقت دوري ابطال افريقيا بمنتهى السهوله دي. كل بعد كده طب انا غيرت الاسم، هتلاقي طبعا الدوري من جوه لسه دوري ابطال. طبعا ده بقى في المنيو جرافيك وهنشرحه، طبعا هيبقى موجود في الدوره شرح المنيو جرافيك ده، صنعه من الالف للياء من كل حاجه هتبقى موجوده. طيب اهو اديني قلت لكم زي ما قلت لكم هندور لحد ما نلاقي الثانيه اهو. انا نازل اهو اهو، لقيناها الثانيه اهي اللي احنا هنعمله، نفتحها ونخش جواها زي ما عدلت فوق عدلت تحت عشان ما يحصلش اي تغييرات وانا بلعب كده ويبقى شكلها مش حلو اهو. كاف كاف شامبيونز ليج كده اتحولت تماما الى دوري ابطال افريقيا. كل اللي انا اعمله اعمل الفايل سيف على طول وخلاص كده، سيف بعد كده سيف از عشان نبقى برضو اكدنا على اللي احنا عملناه، وندوس على ال دوسه كده ونعمل سيف اهو. سيف اللي ريبليس اقول له يس وكده نبقى خلصنا. طب هنعمل ايه بعد ما خلصنا؟ نعمل اسيبي كده، طبعا الموضوع بنجي سيبي كده سهل والناس عرفته خلاص. يعني نفتح الكراي باكج فايل ميكر، طبعا هتلاقوا برضو داخل الباك، يعني مش محتاجه دي شرح. ماشي، كل اللي احنا نعمله ناخد النيو فولدر اهو بعد ما عدلنا بقى خلاص، ناخده سحب وافلات داخل كراي باكج فايل ميكر. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل بيلد سي بي كي فايل. عايز تغير اسمه ولا حاجه؟ ممكن تغير اسمه، انا اخليه كاف مثلا، كاف اخليه كاف على اسم البطوله كاف. ماشي خلاص. طب هنيجي لموضوع الداتا اليجن عشان في ناس بتغلط في الموضوع ده كتير. برضو الداتا اليجن ده بيبقى عليه شويه مشاكل. الداتا اليجن اهو ان كانت عندك على 512 خليها على 1048، ان كانت عندك ما فيش على حاجتين دول تخليها تراي كومبليشن، ان كانت محطوطه دي ما تحطهاش. انا شرحت لكم اهو كل حاجه عشان محدش يقول لي في مشكله. اللي هنعمله ستارت تو بيلد بيبقى انتهى معانا الموضوع، كل الملفات تم عملها سي بي كي بمنتهى السهوله بمنتهى السذاجه جدا كده تم الانتهاء. طبعا الحجم الملف ما هياخدش منك نص ميجا، لان الملف كله اصلا 478 بايت، يعني حاجة ضئيلة جدا، مش مساحة ولا فيها اي حاجة، بس بتخلي لك كده اكنك بتلعب دوري الابطال وبراحتك وبمنتهى كل حاجة. طب انا عملت له سحب وافلات داخل الداونلود زي ما انت شايف كده. ماشي. طيب نفعله بقى باداة التفعيل هي دي بفايل ليست، ان كل اللي هنعمله هنفعل، نعمل انشيك اول ونختار ايه اللي هنفعله. طب كان اسم ايه السي بي كي؟ كان اسمه كاف. خلاص كده اخترنا، خلاص كده قول انا اعمله جينيريت دي بي فايل ليست جينيريتور كده. خلاص كل حاجة اتفعلت، ما بقيش غير التجريب وهي الحاجة الاخيرة، ويكون انتهى الفيديو بتاعنا. نشغل اللعبة كده ونقول بسم الله. طبعا دي بس ايقونات عاملها، عامل لها سند تو على الديسك توب، فبشغلها من برا بدل ما اخش الى فولدر اللعبة. بننتظر دقيقتين عقبال ما تفتح اللعبة. تبدأ معانا اللعبة اهي شغالة معانا، شغالة معانا بتفتح اهي، شغالة معانا فتحت اللعبة. بنضغط اوكي عشان نعدي على طول. بنعدي نفتح
ماشي فتحت معانا فتحت اهو ندوس لها عشان بس نكمل اهو نخش نستعرض بنخش نستعرض اهو ماشي اهو فتحت معانا وشفناها كاف الشامبيونز ليج زي ما انت شايف كده كده تمت بنجاح الحمد لله. طيب اشكركم يا جماعة على استماع الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.